يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أروى. أروى من نبعك نروى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة الهضاب في عدد جديد وحلقة جديدة من حصتكم جاوب واربح مع الهضاب كالمعتاد بأسئلتنا الدينية الثقافية وحتى الرياضية اللي راح نطرحوها على المشاركين. طبعا الفائز معنا إن شاء الله راح تكون عنده قسيمة شراء مدات من سوبيرت ميني بري. وسؤال اليوم يقول ما هو عدد الصور المكية في القرآن الكريم؟ تابعونا ونشوفوا شكون سعيد الحظ اللي راح يفوز معنا اليوم. إذا معنا مشاركة جديدة، شكون معنا؟ مدام ليندا. مرحبا بك مدام ليندا. شكرا عايشك ميرسي. مدام ليندا كيف راكم تحضروا شهر رمضان؟ أنا مع التحضيرات في البيت، تحضيرات تاع نشري وهكذا مشريت من هكذا من لي سوبيغيت ولا نوجدوا الدواوات، نوجدوا الفريك، هذو الحوايج. الله يبارك، راكي واجدة معنا باش تشاركي إن شاء الله؟ إن شاء الله، بإذن الله. إذا سؤال لنهار اليوم يقول ما هو عدد الصور المكية في القرآن الكريم؟ هي 13. المعروف أن القرآن الكريم فيه 114 صور، 100 منها صور مكية ومنها صور مدنية، ما هي عدد الصور المكية؟ المكية 100. هتكون هنعطيك فرصة أخيرة، أعطينا إجابة في كلمة واحدة. آخر كلمة تسمى ما كل مرة نبدل الإجابة 14 نعرف. عدد الصور المكية ما على بالي 14. إذا للأسف الإجابة خاطئة. حنخليو لك كلمة أخيرة واش تقدر تقول لنا بمناسبة حلو شهر رمضان مبارك؟ إن شاء الله ربي يعيدوا علينا بالصحة والهنا ونعقبوها بخير وعافية، وبلادنا إن شاء الله تكون في السلم وأمان، وإن شاء الله ربي يحنن قلوبنا على بعضنا، وهذه هي إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. تابعونا راح نحوسوا على مشارك جديد. إذا مع مشارك جديد شكون معنا؟ ياسين. سي ياسين واش راك؟ الله لاباس الحمد لله. لا لاباس لاباس الحمد لله. كيف راكم تحضروا رمضان؟ هانا نقضي وانا بشوي. الله يبارك. سياسين راك واجد باه تشارك معنا ان شاء الله؟ شوف الاخر ثاني خير واجد. شكون معنا؟ هاني. سي هاني راك واجد؟ راني واجد. صاحبك راه متكلى عليك وقيلا. وقيلا. ما لا تعاونوا في زوج. ان شاء الله. اذا سؤال النهار اليوم يقول ما هو عدد الصور المكيه في القران الكريم؟ 85. متاكد؟ متاكد. آخر إجابة؟ آخر إجابة. أعطيها لنا في جملة واحدة. 85 صورة. عدد الصور المكية في القرآن الكريم؟ 85. إذن الإجابة صحيحة، عدد الصور المكية في القرآن الكريم هي 85 صورة و29 صورة مدنية. سياسين ألف مبروك عليك قسيمة شراء مقدرة ب 2000 دينار جزائري مهدة من سوبيرت ميني بري. تفضل خويا. زيد فضلك، بارك الله فيكم. خليو لك كلمة أخيرة. بارك الله فيكم وربي يعاونكم ان شاء الله، ان شاء الله تزيدوا تلقاو ثاني ناس واحد اخرين يديروا معاكم هذه المسابقه ان شاء الله ويربحوا، ويعني يكثروا تما بارتو ان بو بارتو في لي سوبيرات، تما ما تقعدوش غير في سوبيرات واحده ان شاء الله، فكاين ناس محتاجين وان شاء الله هذه نهديوها لواحد محتاج اكثر منا ان شاء الله. بارك الله فيك. صاحبك نخليو لك كلمه اخيره ايضا. هاني. ربي يعاونكم خوتي وشكرا على الاعمال اللي راكم ديروا فيها وربي قدرنا وكل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام الى هنا نكون انهينا حلقه اليوم، راح نذكركم بسؤال المشاهدين الذي تكون الاجابه تاعو في نهايه الحلقه. سؤال اليوم يقول ما هي اكبر هضبه في العالم؟ اعيد، ما هي اكبر هضبه في العالم؟ الاجابه تكون في التعليقات لما يتم نشر الحلقه. ما بقى غير نقول لكم صحة فطوركم، سلام. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أروى. أروى من نبعك نروى.